رجيم الالوان. الرجيم ده منتشر شويه في استخدامه برضو، من الرجيمات الى حد كبير ناجحه تم اكتشافه في المانيا او تم التعامل برضو بيه في المانيا. بيعتمد رجيم الالوان على زي ما احنا قلنا ان الالوان سبب سرور لناس كتير قوي، وزي ما انتي ما بتختاري الوان لبسك، الوان لبس زوجك، لبس ابنك، الوان ديكورات شقتك، انتي برضو هتختاري الوان الاكل بتاعك اخبارها ايه. النظام ده بيعتمد على اربع مراحل. النظام ده بيعتمد على اربع مراحل بالظبط. المرحلة الاولى بتبقى 10 ايام، بنختار 3 الوان من الاحمر والاخضر والاصفر والبني. الفول المدمس بيكون وجبة رئيسية في الفطار. ثم بعديها بنتجه للمرحلة الثانية، بتكون مدتها اسبوع واحد، تعتمد بشكل رئيسي على اللون الابيض، معاها لونين تانيين بختارهم من الاحمر او الاخضر او الاصفر او البني. بختار الالبان، بختار الاسماك، بختار الجبن مع لون تاني احمر زي طماطم او كده. اخر المرحلة الثالثة بتكون 10 ايام، وديت بقرر فيها المرحلة الاولى، ثم المرحلة الرابعة وديت ببدأ اعمل فيها تكرار لكل يومين لون منفصل.